يوسف من احلى الاصوات اللي مرقت معنا بدو فويس على مدى 4 سنين، صوت مشبع بالاحساس رخم هالفنان الكبير. انا بدي اقول فنان عنه لانه فعلا اللي قدمه فن بكل ما الكلمه من معنى. ملكة قلبي، احس ان حركتني، يعني ما ادري، ما اعرف، من زمان ما جاني هذا الاحساس. عندك رخامه بالصوت، كسرت كل القواعد. انت غنيت في حته قد كده وعملت بيها كل اللي ممكن يتعمل في الغنى. بفتكر انا يمكن اكتر واحد لهلا بذا فويس قدر وصل لقلبي بالطريقه اللي انت قدرت وصلت فيها لقلبي. هذا عاصي الحلاني. يوسف من احلى الاصوات اللي مرقت معنا بذا فويس على مدى 4 سنين. انت سلطان ومسلطن على طول، وصوتك زي ما قالوا يجنن. عندك كاركتر مختلف بالغنى وبالشكل بالاداء بالحضور، ما بتشبه حدا ولا حدا بيشبهك. رح اختار السلطان. ما حسيت العاصي الحلاني على هالسلطان بسهوله، ما عندي مشكل يوصل ويكون احلى صوت. يوسف السلطان. اللي عمله اليوم يوسف كان تحدي كتير كبير، خاصة كمان يمكن أول مرة بغني بإسبانيولي. يوسف السلطان. يوسف السلطان مبروك. تشرف بلادك الكويت والخليج والوطن العربي، لأنك صوت يستحق يكون في برنامج مثل The Voice. يوسف السلطان. يوسف السلطان مبروك يا يوسف. إحساسه العالي بيخلي كل إنسان يحس معه لما بيغني. يوسف السلطان مبروك يوسف.